قال طبيب معايا ألم عدله زمن لطاف. ايه اللي ايه؟ يعني بشجع كده. انا كمل انت. انت قلت حاجه؟ انا قلت حاجه؟ كمل موالك عشان اكمل. انا اللي مسافر بالحمار اللي مسافر بالحمار من الجيزة لأسوان، قول لي الطريق منين، زراعي ولا صحراوي ولا فين؟ أنا قلت ما سافرش، قالوا لي سافر بس ما تنمشي في الطريق عشان. قلت أسافر بسرعة عشان ما قحش في الطرعة، قلت لا يا ولد. مشيت كتير وقليل ما شفتش حد يسافر بالحمير، قالوا ده يا ناس مو في حاله، ده تايه منه عياله بس هو بيفكر في اللي قالوا له عليه. قلت لا سيبوه في حياة يا ولد، قالوا لي دور عليه. قلت وانا مالي. قالوا ده سافر بالحمار، قلت يعني دي وسيلة نقل ولا دي؟ قالوا علينا مجاني رجي رجي، قالوا علينا مجاني. سجل 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 سقف، يلا سقف يا سيدي. والله الا ما يسقف هلط علاق على دماغه انت حريه. قالوا علينا مجانين مجانين، قالوا علينا مجانين مجانين، واحنا مسافرين بالحميد مجانين مجانين مجانين، قالوا علينا مجانين مجانين مجانين، قالوا علينا مجانين مجانين مجانين، قالوا علينا مجانين مجانين مجانين، واحنا يا ناس عاقلين واحنا يا ناس عاقلين، قالوا علينا مجانين واحنا يا ناس سقف انت عارفين. قالوا علينا مجانين واحنا يا ناس عاقلين، قالوا علينا مجانين واحنا يا ناس عاقلين، قالوا علينا مجانين واحنا يا ناس عاقلين، قالوا الجنون ده موجود واحنا يا ناس عاقلين، قالوا الجنون موجود واحنا يا ناس عاقلين، أترينا يا ناس مجانين أترينا يا ناس مجانين، واحنا مش دارين واحنا مش دارين واحنا مش دارين واحنا مش دارين واحنا مش دارين.